نديرو لا روزيت ديالنا نتاع الكريم او بور. دونك هنايا عندي لو بور، انا هنا راني جي دوبلي المقادير على حسب الخدمه اللي غنخدم بها، مي انا غنعطيكم لا روزيت دو باز وابري نتوما من بعد كتبقاو كتدوبليو على حسب شحال عندكم ديال لي غاطو. دونك لا روزيت دو باز اللي عندنا غادي ندير هنايا كتسمى هذه الكريم او بور مورينغ سويس. دونك غادي ندير عندي هنايا 300 غرام نتاع الزبده، كيف كنقول ديما الزبده تكون دو تري بون كاليتي، يعني ما يكونش الزبده اللي فيها نسبه ديال الماء بزاف، يعني ضروري تكون 85 اولا 88 نتاع الماتيير غراس. دونك هنا عندي 300 غرام نتاع الزبده. غادي نديرو القياس نتاع الميرينغ، عندي 100 غرام نتاع بيض البيض، كندير معاه 200 غرام نتاع السكر سنيده. هذه هي لا روسيت. ابري انا هنايا زدت هنايا كنزيد معلقه كبيره ديال الفاني اون بودر، هي باش كتحيد ليا ديك الزفوره ديال الزبده. وهنا انا لاكريم ديالي احتاجيت انني نسمها بالبراليني، دونك هنا في لا روزيت هاد لا روزيت نتاع يعني نتاع 300 غرام الزبده تقدروا ديروا واحد 150 غرام نتاع البراليني اولا 150 غرام نتاع الشوكولا دايبه، اولا الا بغيتوا تدخلوها يعني تاروماتيزيوها بالكافي ولا نيمبورط كيل كو، او اوسي اون بو لاروماتيزي بلي بوري دو فروي. دونك نيمبورط كيل بوري دو فروي ايفيتيو هير ايفيتيو هير مثلا سيترون اورانج هادو ليكيد دونك شويه صعب في القياس ديالهم. دونك فوالا، دونك نتمنى يكون القياس باين. دونك غادي نديرو في الاول غنديرو لو بول ديالنا اللي غادي نخدمو فيه نيشان نطلعو فيه لا مورانغ هو اللي غندير فيه القياس، وغادي نديرو في كاسرونه فوق العافيه. دونك انا ديجا هنا درت لا كاسرون ديالي تسخن. دونك غادي ندير البيض بحال هكدا، غادي ندير سنيده دونك 100 غرام نتاع بيض البيض في 200 غرام نتاع سنيده، 200 غرام سنيده هنا فاني كيف قلت لكم جوست باش كنكسيو هذاك لو غول مجهد نتاع لو بور. دونك هنا درت معلقه كبيره نتاع فاني اون بودر، فوالا غادي نخلطهم هكا شويه غير باش ما يبقاش لينا داك السكر حاصل تحت، صافي. وغنديرهم سوغ بان ماري بحال هكا. كناخذوا الميزان ديالنا، ضروري يكون عندنا الميزان ديال الحراره نتاع الحلوه بيان سور. غنشعلو فوالا، ديما نرد البال لان هذا فيه الفرانيت وفيه السيلسيوس، بعض المرات كتكونوا بركتوا على هاد لابارتي وما رديتيش البال، يعني كتكوني قلبتيه من السيلسيوس للفرانيت ما رديتيش البال. دونك ضروري ردوا البال هنايا حيت سي با لا ميم شوز بيان سور. دونك انا هنايا شعلتو غادي نخليه دو كوتي، ما بقاش نديرو من دابا حتى نحس به بدا او موا كيسخن. مره كنخلط. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذا ما عندهمش الميزان، واخا بصراحه انا كنفضل انه يكون عندكم في الجميع، يعني انا غتحتاجوه ما كانش عندك هذا راه غادي نخلي لا كريم او بور ديالي، حتى انا نخلي البيض البيض ديالي حتى نحس بالسكر داب فريمون، ملي نهز بحال هكا ما بقاش كنحس بالسكر. هذه هي لاستيوس، مي سينو انا جنسيست على انه ضروري يكون عندكم الميزان، لاننا غادي خصنا نوصلوها لواحد 55 درجه الحراره، لان كيف كنقول ديما ضروري خصنا نعقمو الزبده الميرينغ ديالها خصها تعقم، يعني البيض البيض خصو يتعقم. اونتر طون كتكون ديجا وجدتو الباتور ديالكم ودرتو فيه الفوي، لان هنا غادي نطلعو لا ميرينغ دونك غنحتاجو الفوي ودرتوه، لان اون فوا هادي كتوصل للحراره اللي بغينا اللي هي 50 درجه غادي نديها بالزربه تبرد، خصها يعني تبرد دان سولكو هنايا في الباتور. دونك هيا كتوجد لينا الميرينغ هكا، يعني ملي كتقصح بحال هكا. هنا غادي نحيدو لو فوي، كنحيدو الفوي ديالنا
وكان نجيو غادي نركبو دابا الكا ديالنا هي اللي غادي نركب لان هذا سويت يمتزج يعني ما غاديش نطلعو ما نحتاجوش اننا ندخلو الريح دونك هنا شنو غادي ندير لو بور ديالي بيان سور هانتوما كي كتشوفو خصو يكون فريمون في تمبيراتور امبيونت ها يعني فوالا يعني هاي لا تيكستور ديالو تمبيراتور امبيونت غنديرو يتخدم هكا مزيان حتى كتخدم لينا هذاك لو بور مزيان وما كيبقاش كاريمون كيبان دونك ها هي لا تيكستور ديالها دونك فوالا حتى كتخلط مزيان دونك اللي بغى يديرها فاني دونك راه كتزيدي معاها مثلا الروح نتاع لا غو تديري اون غوس دو فاني اولا ليكيد اللي كتكون فيه الغوس دو فاني بيور كديريه راه تعطي المذاق زوين ديجا هي فهاد الصوت كتكون فريمون زوينه وبنينه دونك انا هنا غادي نزيد عليها البراليني نتوما سوا البراليني سوا شوكولا سوا اللي بغيتو كتزيدو عليها فهاد الصوت اللي كتخلطو دونك بوغ اون غوسيت نتاع يعني 300 غرام ديال لو بور مع 100 غرام تاع البيض البيض و 200 غرام السكر كندير معاهم تقريبا واحد 150 غرام نتاع البخاليني وحتى هو كيبقى عينك ميزانك لان انت كيفاش بغيتي واش لو غو برونونسي ولا لو غو خفيف على حسب عاوتاني اللون واش بغيتي اللون يجيك غامق لون فاتح دونك على حسب صافي وكنردوها كتخدم مزيان ولا كريمو بور ديالنا واجده هيا لاكريم ديالنا وجدات دونك ممكن انك تصاوبي كونتيتي كبيره وتخلطيها ما ديري لا لابخانيلا والو يعني تحبسيه منين درتي الميرانغ ديالك وزدتي لها الزبده وتخدمات وتجمعيها في بابي سيلوفان وتكارديها كتبقى في الكونجيلاتور حتى ل 3 موا وفي الثلاجه كتبقى تقريبا اون سيمين كتبقى سون بروبليم غير هو اون فوا كتخرجيها دونك كتخرجيها ديجا على فونس كترجع على تمبيراتور امبيونت ولكن ما كتخدميش بها ديك الساعه ضروري ديريها في الروبو ديالك وتخدميها بالكا حتى كتعاود ترجع بهاد لا تيكستور فوالا voilà.